في جوهانسبرج كريم احمد، معاه حسين الشحات نجم الاهلي، نشوف انطباعاته قبل مباراه اورلاندو. زي ما قلنا الحقيقه الاجواء خاصه واجواء فيها تركيز جدا للمباراه طبعا اورلاندو، لكن زي ما قلنا حدث عالمي لابد ان احنا نتكلم مع نجوم النادي الاهلي اللي اكيد هتشرف النادي الاهلي، وده ثقتنا الكبيره جدا فيهم. واحد من اهم نجوم الحقيقه النادي الاهلي الكابتن حسين الشحات، اللي هناخد انطباعه عن المجموعه وعن كاس العالم، امور عديده جدا يا كابتن حسين. موفقين يا رب ان شاء الله، سواء في البطوله الافريقيه او في كاس العالم للانديه، يا رب ان شاء الله يكون مناصبكم باذن الله. انت قلت كل حاجه. احنا بنلعب طبعا يعني بطوله كبيره، بطوله عالميه الناس كلها شايفاها، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كبيره فيها، ان شاء الله نقدر نسعد جمهورنا، فدي حاجه كبيره، فان شاء الله اتمنى التوفيق ان شاء الله. وطبعا لسه بدري طبعا، بس يعني دي حدث يعني تاريخي، يعني اول بطوله كاس عالم تبقى كبيره كده ومجمعه، فدي الاهلي بيبقى فيها، فدي حاجه تاريخيه جدا طبعا في تاريخ الاهلي والجمهور الاهلي، فدي حاجه كبيره، فان شاء الله اتمنى التوفيق باذن الله. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، مش هتفرق معاه هيواجه مين. والحقيقه يمكن كنت شايفكم بتتفرجوا طبعا على القرعه، لكن الانطباع ايه بعد ما القرعه اكتملت، بعد ما الفرق خلاص الامور انتهت بالنسبه لكم؟ انتوا انطباعكم ايه يا حسين على القرعه دي بالنسبه لك انت كمان؟ والله يعني طبعاً اللي انت رايح حدث كبير، هو طبعا مش دلوقتي، احنا مركزين طبعا في الماتشات اللي جايه وكل حاجه، بس ده حدث كبير، فيعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله سواء اللعيبه اللي هتبقى موجوده او اللعيبه اللي هتيجي او الله، لان الله اعلم مين هيبقى موجود، الله اعلم مين هيلعب لسه طبعا، يعني ربنا يبعد الاصابات عن الناس كلها، دي اهم حاجه يا رب. اتمنى ان شاء الله نكون احنا موفقين، وان احنا نبقى في اعلى درجات التركيز زي ما بنقول، وان احنا موفقين زي ما قلتها، وان شاء الله نعمل حاجه كبيره، وان شاء الله نسعد جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر، واحنا بنلعب باسم مصر طبعا، فالنادي الاهلي كبير وجمهور النادي الاهلي كبير جدا، فان شاء الله انا عارف اللي هو هيبقى معانا، وعارف اللي هو هيبقى موجود في كل مكان، فان شاء الله اتمنى التوفيق باذن الله ان شاء الله ساعتها. يعني مقوله مهمه جدا، المجد المتكرر ما بتشوفوش غير في النادي الاهلي، وده امر عظيم بالتاكيد طبعاً. وعلى المستوى الشخصي كابتن حسين، شعورك انت وانت بتشارك في كاس العالم للانديه كابتن حسين الشحات، شعوره ايه؟ لا طبعا والله دي حاجه كبيره جدا، يعني انت بتبقى مبسوط اصلا، وانت بتمثل النادي الاهلي في بطوله كبيره زي كده، وانت الناس كلها شايفاك، العالم كله شايفك، الناس كلها بتتفرج على بطوله كبيره مجمعه من يعني ما كانت صغيره سبعة ابطال، دي كانت حاجه كبيره جدا، ما بالك دلوقتي انت 32 بطل، مش 32 فريق، انت 32 بطل هيلعبوا في كاس العالم انديه، فدي حاجه كبيره جدا. فانا كحسين يعني شعوري ما توصفش، يعني انا لما بكون موجود في بطوله زي ديت ببقى مبسوط جدا، فان شاء الله تكمل على خير، وان شاء الله نكمل بس اللي احنا فيه الاول، وبعد كده ساعتها بقى ان شاء الله نبقى حاجه ان شاء الله كبيره باذن الله، ونعمل حاجه كبيره ان شاء الله. سجل مع رامي بقول له ميسي وياسر هتعملوا ايه وكده، فقال لي لا ده احنا الفرقه كلها عايزه تذاكر. حقيقه ميسي حاجه رائعه جدا، بتشوف الامر ازاي يا كابتن حسين؟ والله طبعا انت بتتكلم على افضل لاعب في التاريخ، يعني هو وكريستيانو رونالدو لحد 15 سنه مثلا بينافسوا بعض على احسن لاعب في العالم، فدي انت بتتكلم على حاجه كبيره، على حدث كبير جدا، وان انت كمان النادي الاهلي، يعني بص برضو يعني عشان تعرف، بص يعني ربنا كبير طبعا، وان انت برضو حاجه كبيره ان الاهلي هيلعب افتتاح البطوله كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره جدا مع انتر ميامي، مع كاس العالم، مع ميسي، مع النجوم الموجوده كلها، فدي حاجه كبيره جدا، توريك قد ايه النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير، جمهور النادي الاهلي كبير، فدي حاجه كبيره جدا طبعا. يعني انا مش عايز اتكلم عشان دي سابق اوانه زي ما بيقولوا، فدي حاجه كبيره جدا، بس طبعا يعني ان شاء الله يعني اتمنى ان احنا نكون كويسين، واتمنى ان احنا نعمل حاجه كبيره تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله، حبيبي شكرا حبيبي جزيلا. كل الشكر والتقدير والتحيه لحسين الشحات، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي الحقيقه، حلم كبير جدا للجميع، بطوله عالميه الكل بيحاول ان هو بالتاكيد يكون متواجد. يمكن حسين قال كلام مهم جدا، قال مين هيكون متواجد، مش هيكون متواجد خلال الفتره القادمه، هي دي عقليه لاعبي النادي الاهلي لكل حدث حديث. عندنا لسه مراحل كتيره جدا خلال المرحله القادمه، لكن حدث عالمي مهم جدا ان احنا كنا نسمع، وجمهور النادي الاهلي يسمع كل لاعبي النادي الاهلي، طموحاتهم ايه، رغبتهم ايه، عايزين يحققوا ايه. ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا عندنا خطوه اولى مهمه جدا، وهي مباراه اورلاندو بمشيئه الله ان شاء الله يوم السبت، تكون فرحه ويكون نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي. وكاس العالم انديه لسه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يكون في استعدادات، يكون في تدعيمات، يكون في امور عديده جدا. يا رب النادي الاهلي كعادته يكون بطل القاره، وكعادته ان شاء الله باذن الله يكون بطل افريقيا.